بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم اجعل عملي صالحا واجعل وجهك خالصا. أما بعد، وحن قصود حجرني كتابك مفتاح الحفظ للطلاب، وبقول يكنتك حديث متفق عليه. ومحان جوقنا حديثك كو يصدن عوان حوغد الشيخ وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. فاتحة إلا أخريه إنه واجب تها صلاة إمامك إيا مأمومك إيا قفك منفردك إنتبا إنه واجب أي كتها يقفك إنه فاتحة صلاة آخر حق عوال بابا. عن عبادة بن الصامت وحال قوري رضي الله عنه، الله قرأ لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوره: لا صلاة صلاة أمسقنان أو صلاة كما أنصحيس لمن لم يقرأ قفك أن أخرنين بفاتحة الكتاب. كتاب كمدو لقف فرتو فاتحة الإيراد، والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخر سورة داس وإنوك آخرين. سورة مركوة سورة عجيب بدنو قرآن كسورة أغفظك بدنو. مركة الله سبحانه وتعالى وحفر الله ودقي صلاة أنلقوا أخرين سواء سورة وحي كل سنة أمان على الله أمان أيو أو الله لإسولي ويو إيا الله باري دعاء إنت نقفك كوام مارم. بسم الله الرحمن الرحيم إلهي مقع عيسى ينكب الله ودقوا وحكوا أخرين مارك إلهي مقع عيسى الله عصفنا وحلقوا أخرين. معنى الحمد مهد إيو كمال أردن يرمى يستر لله الله أصدنا إله أمان إسا وحكا نسقان إله مجر كل الكمال يشرف أردن الله أصدنا أليه رب العالمين عالم كأردن أصبه ربي أها أو أبوري أو مامولة أو أرزق أردق عليه الله أصا كمال يشرف أردن يوانا أردن أصدنا الرحمن عليه نحريستي سؤي عام كهذا الدنيا ذا مسلم يقال أي كرجارتي الرحيم نحريست آخر أي جار كهذا مسلمين تي مؤمنين تي خاص قطع مرك إلهي والرحمن الرحيم بدنا حريص بدون مرك ما دام وقفك وتكنا يا رحمة الله إلهي نحريص وكأمانة يسوع نحريست وحوجها مالك يوم الدين ما لنت قيام إلهي بقرك كأها وأسوء إسكالها ما لنت الإسجاء زين مركب وحالوك من الحسين يا الدنيا ذان إنا لجوغين ما لنت قيام اللي يراد وقفك عمل كيسا لك جازين يا لك أبا المرد إنو جرتو ما لنت أسنا إله وإسكالها بقر كأه ما لنت أسو عمل فلو وحونا أسنا عمل فلو وأدونك إله بقر كأه محاب مالك يوم الدين قهر له يري الدنيا ذا بين آدك وحيال لو ديبا وما مولا لير لكن ما لن تذكر أم حيسة توه قف وحس كفر تلمغر كوب شاقف كوشو تلمغر لكن دوك بقر بقر نوع يحوغا مامل وحيال لو ديبا ولو امتحانا لكن ما لن تس إبروا وح وحيس تلمغر كوب شاقف كوشو تلمغر يقلاس بيقف سيكا مركو قفك إلهي أو برتو إنه الله أمهسيه عالم كأوربيه الرحمن الرحيم أوه قيامه أوله إلهي عبده سمرك وابرته عدة ترمامها أصلها العبده كروحدة إياك نعبد له أذيقك عبده إياك وحلو سهر مريه سيئان عبادة ملك الأذن وخاص إله أذنك عبده وإياك نستعين أذيقانك على المكارب إله أذانك عبدنا نور كالمة وحن كالمة كأغر من الدين تألا يتوحيد كعبادة أبوين إلا عبادة نفي الشيطان إيقال مؤقلة
marka ilaahu ugu kaalmay waay diintaad ugu soo ciyaadada qofku marku iyaka naxbudu wa iyaka nasta'in ilaahis oo caabuda ilaahisna oo kaalmo oo waydiisto hada waa qof hanti weyn gacanta ku hay hidaayada mid ugu weyn waa qof ilaahay caabuday ilaahay kaalmaysanaya dariiqii marka waa u baxay wadadii cadeed oo xaqta saar wadadaas cad in lagu sugaad u baahantay allo barya marka ihdina ilaahun ugu hanuun as-siraad al-mustaqim jidkan toosan oo ah inaan ku caabudno oo ku kaalmo weydiisan ilaa ilaah baa rabbi uhu awood leh ku kaalmay kara rabbigaasaana cibaadada iskala hoo loo khuduucaya cibaadadu waa isu dullee ee ilaahun hanuun jidka lagu hanuuna mid qardajeexa maya waa jid dadkii wanaagsana ay soo qaadeen siraad aladiina kuwii jidkoodii ancamta calayhim aad u necmayso hanuunka iyo wanaag aad ugu necmayso dadkaa loo necmeeyana waa ambiyada iyo sidiiqiinta iyo saalixiinta iyo shuhadada waman yudic illaaha waalrasuula qofka allaya rasuul ka adeeca fa ulaa'ika kuwaasi maca aladiina kuwii bay la jiri doonaan ancama allaahu calayhim ilaahay u necmeeyo min annabiyiina ah iyo wasidiiqiina kuwa sidiiqiinta ambiyada rumeeyey sida abuubakar oo kale iyo washuhadaa shuhadada sida cumar iyo cuhmaan oo kale iyo wasaalixiin dadka wanaagsan waxasuna ulaa'ika rafiiqan dad lala jiro oo lala rafiiqo wadaay lala noqodkaasaa ugu fiican marka dadkaa jidkooda nagu hanuuni nabigeena calayhi salaatu wasalaam abuubakar iyo cumar dadkii wanaagsanaa iyo cuhmaan iyo cali ummaddii wanaagsanaa jidkooda ilaahu naqaasiyo oo dadkaas aad u necmeysa غير المغضوب عليهم كل عرض مي كواس الله نقدو وكوا علم قال أن كوا عمل فل ولا الضالين كوا بادي سنة يقول علم نسكع سكش سنة كوا علم قال أن كوا عمل فل ويهود وكلا يعلم هذا كتب حار دين تواي قال لك كتب حار ضالين تنوى النصارى ذا يكون ملا سكح هنراجا سكح ترى الدين وحبك أقوننا بلايد ذك بادينا وحيد يجي رسفيان وعيينا من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود نك أسقوا دين تيقان كتب حار نقضى فاسقة عدا أسو إجيه ديت اليهود ومن فسد من عباد نتك أسكعبا يسو أسكع أحلى ما لهاس ولكن علم الشرعي أقوان أمد بلاي كلام كل إيو مارتي بلاي ذا كل حجر حرام تيهوانك يقشن كوحاس كل حجر الدين كان إغاينا كواسنا وحوي الرئران صاري وإجيه dadka loo nicmay waa dadka cilmiga barta kuna camal falo dadkaasa ammaano dadka muslimiinta qofka dhow diintii to barta oo kutub xaar noqdo oo faajir noqdana da khayr mal haddaba isagoo jaahil ah meelaha iska gaboro wax meelaha alalungeeyan hadda wixii uu qaribaya marka waa dhaqtar aan waxba aqoonno yiri ummadda daaweynaya kan cilmiga yaqaano ku cawaa dhaqtar wax yaqaan laakiin cadow aho ummaddii halaagayo sun ka wada buuxina taasoo kale suuraddu marka maadaama ay saas u macaan tahay ayaa loo doortay inaad ilaahay ku ammaanto alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin araxmaan araxiim maaliki yowmi ddiin haddana aad ilaahay isu dhigto tira iyaaka nacbudu wa iyaaka nasta'iin ilaahu adigan ku caabudaynaa kaalmana kaa rabna markaasna aad ilaahay barisoo tiraad ilaahu jidka toosan ugu hanuuni ihdina siraada almustaqiima jidka toosan ilaahu nagu hanuuni siraada aladiina kuwii jidkoodii ancamta calayhim aad u necmaysa hayri lmaqduub kuwa waa cilmigale oo diinta barto kuna camal falo hayri lmaqduubi kuwa loo carooday may kuwaas aan ahayno ee kuwa loo carooday igadu kuwaas jidkooda khayr ma leh waa kuwa cilmi sheegta laakiin aan ku camal falo ولا الضالين كوا باديوبو جهل يكو عمل فناس أمد الصن يبدع يقشر يكبو هنا ما يفسق إلا وحمي قانون مرك ما دام الصورة دا أي معاني ذا سلا ذا هاي أيو إلهي كو واجب يحرق حقك استوى إن لغو أخري ما دام صلاة دا أي تاي عبادوي مرك توحيد كلي ما هو وين إن فاتورة دا صلو أخري ما دام معاني ذا سوا وين أي لاذا وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة مرك قفك مأمون كوا آخرين منفرد كنا وآخرنا إمام كنا وآخرنا يا ركعة كنا مأمون
منفرد كره كل يقف كتكنا قفك مأمونك علماء قارة وحين هذه صلاة جهرية أيتها وسيدة مغرب عشها أيتها علماء قارة وحين ليهين هسكن رجع استفاد حدثه ما دام إيمانك وآخرنا يا قرآن كهذا رجع استأصل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له صدق سياسة إمام أحمد يا أبو حنيفة إمام مالك يقول كقديمك الشافعي سيدة أصقر قولك جديدك الشافعي ومذهبك مارتي كحوق بضن وحولي يسوع فرد ركعتك سبها آخرين إمام يمأمون منفرد ركعتك سبها آخرين حديثك كو يصدنات عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول إلى صلاة صلاة ومسكنا أو كما أنصح يسأل لمن لم يقرأ قفك أنا قرن بفاتحة الكتاب فاتحة قفك آخرين أحنا أفتح وحيق أفتح قفك مأمونك إنا قراءة لقرر من فاتحة أما وحين فاتح هذا واجب ما نظن صورتك لا أخريوا كأن صحيح لكن حديث كان ردك وما كان في ذا ساس قبة قول كاسنا قول ضعيف بعض الأوان حديث كسيدة صحة وحوي إن فاتح هذا لا أخرنا يرد عد كستوى حديث كان لما يصدن عوان وحو قد يفضل التأمين آمين تمركم إمامك فاتح هذا أخري ولا الضالين أو كل ما وإمامكنا آمين ليراد مأمومين تنعني آمين أي لدهان فضل إلينا عن أبي هريرة رضي الله عنه وحال قوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله إذا قال الإمام مركو يراهده غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنا أنتم فاتح هذا صاخري أو رمايه ولا الضالين أو كل رمايه معنى هذا أنا وأصابرنا وحوي إله هو الله عراضي أو علمي قوض أنك مع الفلنجيتك وذا نقد كوى بادي يسانو علمي أن لهينو أيقو اسكي قب قبل يالا وحان سمينا ينالهنا كوى اسجيتك وذا نقد أي كوى اللو نعمي ويوتو سانو علمي قلوه كوى مع الفلنجيتك وذا نقاتسي مركو ساسي راضو فقولوا آمين رها ذنكم إلا إمامكم آمين أيولي آمين معنى هذا وحوي إله أقبل مرك آمين أما آمين ولا ذكر لكن آمين منك إلا شد ما سمال يضرب ما شدنا آمين إلى آمين ولا ذكرت آمين ولا ذكرت لكن آمين آمين هتا ترى وقصدينا لكن آمين إله نجا عجيب لكن آمين حدث حال أن قصدنا توسع تامر لا قصد اسمه ولا آمين البيت الحرام يعني دتك بيتك حرام وقصد يعني لطابنه مرك آمين هذا ترى وصحنا أمالا وصحنا أنت وصحت أمرك معني وابد اسمه عشان إله ودعا هذا أنه أجيب مرك يعني لشذن منك آمين وعليه كرت آمين وعليه كرت آمين مرك هدي أو يراده فقولوا له آمين له فإنه من وافق قفك مارتي وافق قوله قولك قول الملائكة ملائكة قول كذا غفر له والله عافية ما تقدم من ذنبه ذنبك سوحي هرمر معنى مركو إمامك آمين رضو ملائكتنا آمين كذب له هذه مركة ملائكتي إمامك إسلاء آمين سنة هذا آمين لو ذاتره ذنبك قال رافية وحمد النبي عليه الصلاة والسلام يهود آذي إنكو حاسدان مركد آمين إمامك أدك آمين أكدو ليزي عادي وقو مسلم كوردان وقو نحيا أي شيطان كي يهود نوى نحيا سان مركد إن لغن نحيا ويوحي دين تنعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول إذا قال الإمام مركو يراد وفاتحت صاخري وكسر نمي غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكسر نمي فقولوا آمين إمام كن آمين وهاي إذا أمر الإمام ما رهدوا آمين سد أذن كن آمين سد فإنه من وافق قفك وافق قوله قولك قول الملائكة ملائكة قولك سلمر أي راهدان غفر له وحال ودافع ما تقدم من ذنبه ذنبه سيسو هرمنا إيه مركو إمامكو آمين يراد ملائكتنا ويلا آمين سنة أذيو مركو هذا أذيونا لا وافق ذو وإنسلا مر لا ترى هذا الدنب دافع مركو هلا يسا الدنب قاقور أنه قول دافع
حديث كسدح يا صدانات وحو حوان وغدى اعتداء الاعتدال ان لغو اكاذ او لغو جوكسد في الركوع الركوع يقول سجود سجود معنى ان لغو حصلوا عمل لا سوكو هذا الاعتدال ان لغو اكاذ او لغو جوكسد معنى لغو حصلوا في الركوع الركوع يقول سجود سجود او همبلغ 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 عن الله صلاة مركا الركوع ده الركوع ده اكو حسش مركا استاكتو اعتدالك جوغاس اكو حسش مركا سجود حمناك لك اكو حسلا ايو حال ده حركو سيدا نوك 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 سيدا ديكو مركو حان نوك 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 نفورك وغسي وحديدك صدن ايا صدحا عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحورها قال وحورها النبي أقيموا أوغا الركوع الركوع ذا معنى سفع عن أوتوسي أوغا إيوة سجود سجود إي اعتدال كبسيط أوكال فوالله بان قررت إني لأراكم ما إذين أركيا من بعد كذا شيء ونبقى قدال وحكا أركي جرين معجزوة أنك هراء وحكا أركي لكن دود كسو وحكا أركي جرين نبي عليه الصلاة والسلام صفت قدم بي وربما قال إنه يرى هذا عكرته فوالله إني لا أراك من بعدي قداشة إن كأرك ربما قال من بعد ظهري دود كي قداشة إذا ركعتم مركة الركوع ده وسجدتم السجودة مركة معناها سلادين قل قلبت إذا أجيد كرابه له قارن ددجنا يا ركوع ده يقوم كحسل أما سجودي أن كحسل أما اعتدالك أن كحسل أما فرق لبدا سجودات أولا حياية وحال رأينا لك حصله وتقريبا أنت قفك سبحان الله سدح قور أو كي يرادو أو كحصله إيه حركة استبطل النقاء لمرة بما أني نذا أصبر كحصله نذا سواء واجب هذا هو سان سان ركوعه سقو سان 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 ورقرب ويراد مدقف وحركة يد سمينه تاسلا لما يراد مركا وما أنينا ليراد إن حال يعني وحوي واع ركوع ذا يجوج على سجوج سنة اعتدال كل يراده إيو سجود يفرد لبس يفرد قد حياة أنت صارن وما أنينا لا شر ديا معنى حس اللون إن تغير دكت قفك أن طبعا الناس لا إيمان سلا دوم يجفت سلا دي سوا كعو الاعتدال إن لغو سقناه هل كان اعتدال كسقنا شوكه وذا لغو حسنه في الركوع والسجود عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حول أقيم الركوع الركوع ذو والسجود فوالله من قد أرت إني لأراك من بعد قدال إنك جيدا وربما قال إني هذا نعكرت إني لأراك من بعد ظهري قدال إنك جيدا إذا ركعت مركا ركوع ذا وسجدت مركا سجدت إيه اعتدال كيف فرق أول حياة لم نبي محمد عليه الصلاة والسلام قفك ما من عبد مسلم تأتيه صلاة مكتوبة صلاة مكتوبة يكون إيمانه فيحسن ركوعها وسجودها وخشوعها يعني مركب الركوع سجود اعتدال يمارت فرق بين السنتين وناجناية يخشوع هذا إلا كانت كفارة لما قبل كفارة مقرن إسلام لكن هذا الصلاة دي كحسين صلاة دي مجرد مرة فضل التحميد إلهي إن لما هذه فضل جيد قارهان مرك الاعتدال يسمع الله لمن حمد فضل جيد وحديث كأفر يا صدنات فضل التحميد وعوان وغير الله الحمد لله فضل إله إلا مرك الحمد لله ترى إلهي كمال قصر الله إنه رميسترين إلهي أمانت أول هو أمانه الحمد لله سامح هذا سبحان الله وبحمد اعتراضنا عيب ورنت الهي كان ذي في سي ومارتي وناقنا واسبتي اجر وين الهي معنى سبحان الله بحمد حوي الهي با عيب ورن كان نظيفه امان يشرف ورن الهي اسبنا سبحانه وتعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول اذا قال الامام هدي اجر سمع الله لمن حمده سمع الله إلهي وأما قال بمعنى وكأقبل ولمن حمد عدي ما هذا شيء إلى مركو إمامك الروح لك سوكو حوليه إلى ركوع إلى لكم هذه محل ليه
سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم صلى الله عليه سبحان ربي العظيم وبحمده صلى الله عليه قفك إله صائمة وإله مهقص طمان مركات صوك عيس إمام بحرى سمع الله إلهي واك أقبل لمن حمده وحدي ما هذه سي أما عدة ما هذه دوت إهدي لك لله قفك ما هذه واك أقبل وإن أدعلكم هذه سلقاء أقبل صوما فقولوا مركز وحاتر هذا المركز اللهم ربنا لك الحمد إله أذيغا مهاد إسكال ولي وحال وسيدر حمدا كثيرا مهادين بضن طيبا أو وناكسون مباركا لبكي كما يحب ربنا ويرضى ربي جنسو جعلي نين أساسا وكلكم مهدي مركز وحو أرك النبي قل لبي يطبان ملك أكل حرمركي قري لها إلهي أسيقين لها مركز مركز إلهي ما هذه يوم سوته فإن من وافق مرقفك وافق قوله قول كيس قول الملائكة ملائكة قول كيد غفر الله وحلونا في ما تقدم من ذنب ذنب يسويحي هرمان مركو إمامك أو كرؤس وكعا يركوع أو سمع الله لمن حمده أولي إلهي واك أقبل أو وامقلا عديم هذه ملائكة أبوه يسمع لي ربنا ولك الحمد إله أذيك مركا إنا ملائكة أوافق ذيدوه ملائكة مركا أوافق ذيدوه لقدم بالدافة مركا إنت أنا كقاب سنكرتا وحاكلا كداري كرتا ربنا ولك الحمد حمدا مهادين كثيرا طيبا بضن أو وناكسون ومبارك البركة والحرب أما ربنا ولك الحمد هذا أسكله ملء السماوات سماواتها مقضوا ملء الأرض يقولك مقضوا وملء ما شئت من شيء بعد وحي عرك يقولك كضم بأي مقضوا أوك أهل الثناء والمجد يا أهل الثناء والمجد عليه أمانت إيا شرفت لهايو أحق ما قال العبد أدونك وحو إيراد وحق وصحصن وكلنا لك عبد أدونا نكون هاي اللهم لا مانع لما أعطيت إله وحد سيسو عده الرسائي كرت الله ولا مانع لما أعطيت وحد حسن وحر الرسائي كرت الله ولا ينفع من أنفع إذا الجد قف أو مارتي تنادمه أما منصب أصاحيبة منك حقق الجد منصب كيسو حكاة ترمى قف عبادة أبو حكاة ترمى كرما هنا هبلا نهائي فاهو رسنان إيو إني هبلا نهائي مارتي مضحان نهائي قبيل فلان نهائي إني هبلا نهائي وحق كيسا كترى سبب إلا يوحل أقول له هذا إيمان كأيو إيش عملك صالحا يلو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحبنا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده إلهي عدي ما هذه أمانت ومقلي بحنا وكأقبل فقولوا لها يا ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد ولك الحمد لله كرام ما قرأت فإنه من وافق قفك وافق قوله قولك قول الملائكة ملائكة قولك إذا غفر الله وحلونا فما تقدم من ذنبي ذنبي سوحيسوها رمرا ملائكة مركز رهيسة ربنا ولك الحمد أذكنا الله رهوي والذي ذنب دافيا حديثك شن يصدن وحوحيوان أغدقي وطابق أغدقي تحريم مسابقة الإمام في الصلاة قفك مأموم كاهي إنه سنكهر مرين قفك إمامك صلاة الحديد سببتو إمامك وحا إمام الله قد إن لدب الصعد مرك إن لغو هر مر مبنانا مالا لسن ميو إيا ربنك مركو قالو أيا رونك لكري مثلا مركو الله أكبر لا الله أكبر لك دب الحياة فاتح هذا الآخرين هي مركو ركو إلا أوسف عن جلبها وقفصده قفك مأمونك مر ركوعي مركو هو سدو جلباق وكسو دبر ركوعي قيامك مركو وكع الى او كاستاغ سمع الله لمن حمده ويرا مركاسو سوكع ولي ربنا اسو سو سو ربنا ولك الحمد مركو سجود الى وجهك يا افرت لبدا على حالود يا لبدا جلبود يا لبدا لغه فرا او دلك كدغو او وجهك سدك اد كوزت امام ما سوكعيس ما سو سجودس مركب للك كوز سجود أيضا سواك عيسى هدو سجود كسواك أو فدك دعس رب يغفر لي أو يراد فدك مركب كوه بستيد عد سواك عيسى
هذا السجود لا أمرك أم بقضه وسجودا مرك سجود كوبس يا كذا بسجود إنسان حتى من الله سبحانه يسد وحير كما دمر إلى رجل قال أو ده قالوا ده برتك قالوا هذه كذا مكسوك عيسى بلوك بلوك ذا المرة تاسو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير أما يخشى ميون كبقين أحدكم قفكين أو لا يخشى قفكين ميوس كبقين أحدكم إذا رفع رأسه مركم مذحي سكر أسوق هذا قبل الإمام إمام كهرتيس أسوق سجوسا أن يجعل الله إلهي أنه كي يلقى أنت أعر وذا رأسه مذحي سرأس حمار دمير مذح دمير كل أوكي إلا إمام كإنا كدام بيس الله قلت وطلق لي هذا كهر مرت أما ملوك ملوك أنت ما هذا قال هذا سمعين إسامر أو يجعل الله إلهي أوكي لصورة مصور كيس صورة حمار دمير أوكي أوكي مرك إمامك إلا جهر مرة لا مرة إلا لسنا مرة لا مرة وحال ربع ركن نجان أو كع ركن كلام مرك وقله إنه بلا مثلاً مرك وركوع استاجا جمك سورك إلى أو جلباك أبصر أو كحصل مرك أسود دجن إسح سمع الله مرك إلى أو سفي عنو باستاجا أديك ركوع لك ما تجلس وسويت ذلك وإلى أو كسجود على وضع على حلاط يجلب يوجه أو لوك كدكته مركز السجود كسر طبعا إيمان مركو كسر قعفر قد حفر رب اغفر لي أولياء هذا نقص طافر السنة هذا السجود مركو أرلعه أظهر ستد إنه سجود سيا كذا وسجود هدو استاج إلى أتكه ست إنه كاستاج سجود كمسر كحس ساس الله ده سبحانه يامر لكن سيدك قارت إنه كهر مران أما أي تر 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 بليهن لما رأوا وأنا أتدم بيس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحود أما يخشى ميوك بقين أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه مذحي سهدو كر قاضي قبل الإمام إمام كهر أن يجعل الله إنه كيلو رأسه مذحي سرأس حمار مذحي سمدف مذح دمير أبدلو أو يجعل الله إلهي أو كرغ صورته مصور كيس صورة حمار دمير صورة دي سوكلا معنا دمير أكيسي حديثك اللحية صدن وحوان وقدق استحباب وتخفيف الصلاة صلاة إن لفرده وإكمالها إن رميستر صلاة آدنا اللهم دير يودتك لقمع ذاتي فضيد أبو اللقنا لما سمعي صلاة كاملة ودحد هذا ولا كاملة دتك يكوخ شو عن دتك أنا عن مرتي عن ساس وداهن أكله يلا به عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير إذا صلى أحدكم للناس هذا وقف دتك تجينا إمام أو نقض فليخففها فضين فضين أقر فما وفضين معقول فإن منهم ضدك وحاكم إذا الضعيف مدت وقت أقدر والسقيم مدرا والكبير مد عجوز مد دخسن إسلام المنو جنس وإذا صلى أحد كل نفسه هدو كل يتوكنا أما ضد اسكو كالصانا كوبا أو أيجو ديارة إن صلاة دارستان فليطول هذا دارستان ما شاء مركو مارد انتو ربو مركو ضدك واصدح dadna salaadku ku dheerane wa ku canida dadna wa intay khafif maqlayna bulu wax ka seenay waxaan salaad ba ah dadna wa dhaxdhaxaad waxay salaad yarna macaan qiraadeedu macquul ay tahay magarat kamil ah itu kana marka xaal raba salaad mid macquul ka dada waxina hada qul huwa lak bad sab salaad wa dheeris namagu mar suurada dheer wa akhrin jir marradka ina u fiirsatid waqtiyalka ay digsan yihiin waqtiga ma kulayl oo jiro ama dhibaato ay jirto ama la digsan yahay ama xariir oo jiro xaga in la gaabi barka soo kale laakiin waa in la dhameysto waqtiga xaga dadku ay nashiid ay yihiin magar xaga in salaad macaan oo iyadana mutawassida loo tukado xaalad dadka la fiirinayo
dadku ummad badan ay yihiin salaad dhexdhexaad oo macquul ah tukana haddii dad kooban oo dheereynta raali ko waxba wax jiran aan lagu arkin xogaa yar waa la dheereysan karaa laakiin waxa la rabaa salaad in la dhameystiro ruucdeedii iyo sujuudkeedii qiraa'adu ay dhexdhexaad noqoto ma garato yacni salaad subax oo kale jalaadka khamiisaad suuradaha dheer dheer sida qaafi oo najmi lagu akhrin jiray ma garato cishoho kale kuwa dhexdhexeeya tabaarakii maqribkoo kaleeto suuradaha yaryar badanaa lagu akhrin jiray marmarna waa la dheerayn jiray marka xal rabo qofku inuu xoogaa ميزان وصف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس أذكدوا تجيو إمام يفلوا خفيفا فنضي وخفيف أي كامل لمن أي كجرته أي خفيف أو صلاة دل الإماء لمرة أما مركز سوريا العادي لقد اكتم فإن منهم الضعيف أضدكي وحاكمة مت أقدرا والسقيمة مدرا والكبير أضيوي وانحملك وإذا صلى أحدكم لنفسه هذا وقف قريس كنت كنا فلط أول ما شاء أنت وراء دائرة تدو حاجة المسايك مركز تدك سوصتك هذا قل دائرة هنا قريس مركز جونا بلوك كسينا إيه جداد وامع قريس مركز جونا دائرة سلاة الليل كاقي سلاة وعلى واجب قريس هذا يكون صغش لكن تدك حقا سلاة معقولة تجي حديثك تضبائي يصدن عوام حوغا دغتي فضل صلاه الجماعه صلاه الجماعه ان جماعه لو تكون فضل لغيره انا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه صلاه الجماعه تفضل وهي كفضل بدنته على صلاه الفذ قفك او كل يستو كذا ب 25 درجه بسبع تضوئي وعشرين درجة تضوئي لباتن درجة دار أولا قفك آذان كمقلا ومساج كإيمان كرؤلو يهي حديث وحيث سنة يسا جماعة إني واجب قفك أسوق مساج أو كفوق يهانا من هدون ما كر أما قارك ما كر وحافي عن إنه جماعة أو كزول أنت أودي سأنه كسود ذلك la qofka misaayka u dhow adaan kana maqlay wax xudur daar oo ka reebana isin jirin salaada wax yar u jira misaayka sagba waajib ku tahay culimada ay dhahay xadiis baan laga qaadanay anaga wax horay waxaan damcay inaan inta salaada la aqimo nin tuji yiraahdo oon baxo dadka guryahooda salaada ka daba maraya jamaacad inaan ku soo guuyo taasna waxa ku jira inay waajib ay tahay qofkii guri misaayka xoogaa u dhow adaan ka maqli kara inuu yimaado dadkii kale xoogaa ka fogna iyagoo inay masaajidka ay yimaadaan inta ay heli karaan maalinta saddex salaadood afar shantaba haddaa heli kartid waa fadli ku dheeraad inuu yimaado qofka ibnu mascuud wuxuu dhihi jiray waxaan arki jirnoo yiri qof ka saxaabada qofkii jamaacadaba ka daba mara waxaan ku tumi jirnay munaafiqnimo ولقد رأيتنا وما يتخلف منها إلا منافق قفك الجماعة هذا بأن لسه تكونوا حديثنا كاسوا منافق بل قفك مركب جرية لوقف أنت سوقر بقلان وإن كان رجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف إلى صفك لكن إذا قربها لك القلان وحكت تكون جرية أنت سوحي ديدا يا جماعة جماعة هذا هدي كتكته وجماعة هذا اللي تكونوا لو تحسين جرية sidii nin dad ka dhintay ama xoolo badan ay ka khasaareen sababtoo ajarka ka khasaaraa ka badan dadka rasaasi ah عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير صلاة الجماعة تفضل وحي كفضل بنتي صلاة الفذ وحي دارتها بسبع وعشرين درجة تضبع إيا لباتن درجة كفضل بنتي إنك معلنك استوى مركو شان صلاهو كاس دبي لباتن تدبي لباتن درتو ولغا ما ذا بغاراي هي حدو نقفل باخر وحو فرتو قنين سنه يقفل بو خولي ما حد درجه قفك حتى جنن غلا رغ كسرهي ومركو غريها سدا اورورتو كلو اركيا رغ ولي ان الاهل الجنه لا يتراؤون الغرف كما تراؤون الكوكب الدري في الغاب guriyaha oo dadka ka sareeyay waxay isu jeesay arag gurigaas oo jeeda guriga Abu Bakar iyo Umar iyo dadkii kale oo raacsan
sida adinka ururta isu jeed ururta ma gaari kartaa guriyada ka wanaagsan ma gaari kartaa iska dhaaf anbiyaada in la gaaro hadho qof marka wa shalayna wuxuu leeyahay maxay meesha ku farisay ninki saaxiibka meesha joogi jirtee halkaas uga sheeqaan iska dhaaf marka qof oo naarta ku jira saaxiibkiisana oo jannada ku jira iska dhaaf kuwi jannada xil farta dhexda qalna bal intee jirtaa adii meesha xaqee baad ku hagaagsan salaadaan iyo khayrka iska fududaysanayna hadho wa farta dhexda laga qaniin ninka xadad oo sujuud oo maalinta u dhashay ilaa maalinta u dhintay oo sujuudsana وهي أولية ومحمحان خير زيادة صمم لا درجات الأسلحة حديث زيادة يا صدنات فضل بناء المساجد من المساجد إلا لسه فضل قيد مساجد إلا لسه فضل قيد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال وحوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيان مقل يقول أصغى رنايا من بنى مسجدا مسائل قف كيلسا يبتغي به أسقوك طلباي وجه الله إلهي وجهيسك طلباي بنى الله إلهي وحول رسال له أسق مثله مثل مثله في الجنة وغرسا شو هذا كله وحيد حديث كله ولو كمفحص قضاء نبت شبر كيد بول كيد بعلها كده هذا ماشان أوروبي أمير كمركي لجوا مساجد قفل السكر لما أركوا فلبا حقا وقدر صدم يا المصلى على الله المصلى بس هو قلها يا مر هاي كان من ير كذا سو قايم كذا ما لي ولا بتكر هم كده يا قاي هذا هو سو قلها لا يجري وجنة قدر سيا نعم سوت مساجد وبيوت إلهي وماش الدين تروح حفظ علم وربر لكن المساجد ولا جه هاجر المساجد وإن لقبوا حو المال كان لقوا تربية نعم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال وحول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسوء أرناي من بنى مسجدا أفكي مسجد سيبتغي به وجه الله إلهي وجهه ضلبه بنى الله له وحول لسا مثل مضى مضى في الجنة وغلسا مسلم بخاري تحريم بناء القباء قبوين كإن لدسئي والمساجد مساجد على القبور قبور تكرق مساجد هلا دس لكن وحنا قال قبر إن مساجد لقى دول دس وحيش بهذا قال هذا كان يسوين كقدس هاي قبور تكدول دس هاي لما أقول نعم تحريم بناء القباء بقبوي كدس يقول مساجد على القبور سيد القرآن في الكوكا وذا ذا أنت مساجد كدول دس سبودي سيا الله بركة سنة مساجد كالودب تكن إما إله الوعاب بذا مساجد حوي مساجد لما أقول وحال إذا قبر هذه المساجد اللي قلنا صلى الله عليه وسلم متوه هذو مساجد كهري قبر قال فقيها والله قبحنا هذو قبر كهرينا مساجد كإذا الدر الله رز مساجد كالدوينة قبر قال ماش حقوق مر قبر مساجد ماش بقنا سواء قبر غلو آك إيمانا إن سجل الحابد اللي حد مساجد يا أسكال وأنا المساجد إيش لله إله أسكال فلا تدعو مع الله أحد إلا عدك لقى عبده ديك المانت قبر قانا الإغاثة ودي سنة الشيخ بلوه وذيك وحسي حرق الله حراب لا ماشي وإلا عبادة سمت بلو في رسالة مساجد أو قبور تقدم لسيه انت السلاة اللي تنقار قبر وكهره راقع ماشي ما قبر قانا لقى عبده وثل لقى دكتا الله كان يسلم لقى دكتا مس إلا لقى عبده مركب ما مارس لما قلت لك عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوير لعنة الله على اليهود والنصارى كذب لعنة دشوذها اتخذوا حقيقة قبور أنبياء قبر هذا أنبياء مساجد كيشة هي مركا قد كان خرافيال كان قد أما علماء ويجوا يسكف عنه لكن الوحد بده قبور المساجد كذب أما كوا علوم حكوا بينه فتاة دقليال وجهال إسكا على مالحاعة إسكا دي جريئه هو أقول إنت لا إلى قبر القدس هذا الرميل مكلال أم الجير كدو غيه ونقنكر ماذا أنتم مال أسفقوا مكلال كدو ديكرا وليا ماشا كدو وإسكا الرمي سيدك العوام سوما مركة تاسل أبا أقل مركة مركة وحي يهودي النصارى لقول لعنا ذي هدي الله سمعيه دتك سوى لعنة يكون مبانا
سببت لو ديدا انا وحيد هذا قورته مساجد قارا وحيد هو النجاسه درت لا نجاسه ما وحل ديدا اله غير ان لا عابد والوحد وتتكاس ماشي كدوغ ان لا عابد تاسع الجديد يا مر عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرى لعنة الله على اليهود والنصارى يهودي النصارى كركيذا لعنة كل عضو اتخذوا وحيسا مستن قبور أنبياء مساجد اي كدكتين قبر الأنبياء مساجد كدكتين هداد بركة أذنك قبورتي أنبياء يوضطك صالحين مساجد كدكتين لعنة ذي كل عيس تدا وحيدي كر قبر النبي مساجد كل حجيرا قبر النبي مركور مساجد وكبح سنة سوما حدنا وحاكو أوذن درب أو دنا عاس أو قبل هذا درب أنت دنا قبل هذا أو كعبة حقه مربع وكية لكن دنا وقوي أو قبل هذا لو جسوا جستوا وحقيها مثلث صار قف كي ما يقان مركب له قبل وقوي إلا مركب مسايك النبي قبل هذا وأهلك درب مربعها قبر النبي أبو بكر عمر أنت ترى أنجلوكي أنت إلا هل كان لو متكنا يموت أنت لو متكنا حق الله يسكن حق سان إنسانوكي وترى أنج قف كي مركب ماله كتير حقيقة قال النبي عليه الصلاة والسلام مية قال درب وترى أنجل تيجي سو جسنا تو كتير ما تقال درب وترى أنجل كقوة إنسان قلنا ترى أنجل مسان كوكو آدم مسان كوكو آدم مسان كوكو آدم مال كوكو آدم متقال متقال علوم سو دحجن ضد جهالة سو دحجن حتى هذا أنت زيادة علوم سعودي مركي أي سماية قبرك كذلك كده تسوى ما ضار أنت هر ضد بقراء سك دحجن لكن هذا لو مجد ولا قبر يقف مجد لما أعرف قبر ما بقى هذا وجه سكر ريكر قبر كي حتى سو قرافي وما سلاد ولجي سو قبر ما بقى meelo jeemiya kan meelo ku dugan yahay qal darbigaas oo triangle ka oo maarta mithlath ka ayaa ku waxaysa sama marka waa laga qariyo marka nabiga kaleey sa qabriga subax masajidka dad culumaha ma soo dhex galin saxaabada ma ila soo dhex galin dad kala qofoyinki soo dhex galiya laakin si ay dadku u jeesanin dhinacaan oo ma ka xaqiisa murabac oo ku yaa triangle ka murabac soo لكن حقا او دينا عقبلها كوفوكا او ضدك ايكسو تكون ايان ترى انقلو سانقية مركا قوفكي هل كان جوغا قبل الذي هل كان يسول جرتا قبل النبي ميلو كي يالا ما يقال هل كان دربي هل كان دربي انت راوضا حرسن انت او بجي سنة ما يقال ولا قرر سيدتك جوهاشا ايسن او بجي سنة فصل في محافظة الصلوات المكتوبات صلاةها مكتوبات كإن لا حفظيه في المساجد مسجد كل واحد حفظيه وحديث كأفرتنات عوان ساسو قد يجي فصل فضل محافظة الصلوات فضل محافظة الصلوات صلاةها حفظينتو ذا إلى لنتو ذا المكتوبات واجبك في المسجد إن لو حفظيه والجماعة مركز لتك ذا فضل وين وأرن آد يا آد وين الله فضل محافظة الصلوات صلاةها إلا حفظي وفضل أجر كبضان أيلاده المكتوبات إلا أسكو قرى واجبك مكتوب ووح واجبك مكتوب إيا فرض إيا واجب إيا لازم وأسكو ضمد معنى ووح إلهي أمه قرى شرع وواجب في المسجد مسائك اللغو حفظي وقفت وجماعة وكتب كذب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حكوري قال وحونا إمن غدا قفك أكلها إلى المسجد مساجد قفك أكلها وراحة حتى أقلب عرابة صبح يقلب هذا أعد الله إلهي وحو أدياري له أسوي نزوله مرتقات كيس أيوم ملا الجنة أدياري ما له مرتقات كيس يا الله سديارنا جنة يا الله سيعمرها كلما غدا مركز صبح ذي أكلها أو راح إلا مساجد أما قلن هرالة هذا أما قلن ذنب صومه وحي صبح دي أرورتي لقبلها بصلاة الصبح نواك الهيتان سوما ظهر كي وحي لقبلها إلى عشهينا محيطها وقلب عرابة سوما مرك هداد قلب آد أما الصبح آد إلا همين كيفيت كورا قلبتي حسابنت سا
salaad subaxna aroortii xisaabanta sooma marka waqti ka soo aado martiqaadkii lagu sii diyaarinay hadhowaad alaab isku bislaato isu saarsaarna u tagaysaa macnaha kaydaa kuu socda hadda haddii la yidhaahdo marka soo masaa'ika aad $10 akoontiga lagu dhiga qof walba kish oo soo dhehela sooma shanta salaad $10 bal waagar waxay dhihi jiraan culimmada marka dadka salaad sooga tegayaan ninkii markuu sujuudo taana hadday u saaray cilad waagii lacagtu ay qiimaha lahayd qof walba sujuuda maanta laba gar soo taanada u gurbinahay war meeqa taanaa sujuuda illi ajar egtaha meeqa dembiya lagu dhaafay laakiin dadka waxawaaye waxay ishooda waxawaaye maaragtay waxa u jeeda unbay gartaanoo waxa ka maqan ma gartaan laakiin dad iimaan laha ku xisaabtamay عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غدا قفك أكلا إلى المسجد مسجد كسي صلاة تكذو أما علم الراحة وراحة وقلب عرابة إلا مسجد أما صبح بعد آذي أما قلب بعد آذي موقتها أعد الله له إله وحده ديار نزله مرتقاتك قيامة أو من الجنة يا الله سيد ديارنا كيد ما لك سأل بسوء بحني كلما غدا مر الله مركو كلا أو راح هذه مسائق مركو سؤاد جنة دي لو ديارنا يا علاوتي مع معاند يا حور العنت يا وحي بريا لو سي ديارنا قبل قبل لو جيره هذا وحا خير وا دموق ثم سدو كلا مركا بلاي يا شر صحت ما الحن صحتنا ناتي لو سي شدا يا ولي براك ما قلنا كلاب يا وحدر يا فدك قدر جنجان يدنب مركا صحتي وحوالي نارتي أقول سي شدنا والعياد بالله خير مركب سحتنا جنة ذي بالو سي ديارنا يا بسم الله لا يكون خير كوكلا هنا قد جنة ذي بالو سي ديارنا جواز زخور حديثك كوي أفرتنات ها حديث كور أفرتنا ها حديث كوي أفرتنات عوام حقوقات لغي جواز خروج النساء قبلها إني أبحان إني بنانت إلى المساجد مساجد لكن بشرط أن يجتنبن إني كفغادان ما يدعو إلى الفتنة وحفتنا أوير أو در تبرجها قابدرن إيسا قادنين بخورن إيسا اسمارين صما هدف كوضن أي كم وقت حشمت إيا حشوة ضد مساجد أما علم أدارنا أما سنات كسوت كان إيا أي ما لها ضد فذول الصعدة إني سكمو إيس حرقين إيس تفتس إنو سكم موقع سوطة مساجد نبي حيوري لا تمنع إماء الله مساجد الله قبلها يعني مساجد كاللو ديذي سوطة إنك استو قرقود وفضل بذيه هدنا جماعة داس يميلا خير كإيمانا يا إيمانك يا أبو بحي أو إيمانك زيادة عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حكوري قال إنه إذا استأذنت هدي إذن ويدسوت امرأة أحدكم قفكي نحاسكيس يا أفذيس إلى المسجد مسايكا آذى هدي أي تراض فلا يمنعها يؤديد وهذا عرض غير بضم بأهيون وحلي ما لا سرطا يا إناد مارتي وحكسي مارك غير راس انت إذن لا تكتب مساجده أديدين سوف مساجد أديدان إيمان يا خير كسو فائدة سنة بلا يكرا إيمان يا سمر عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحوك وريه إذا استأذنت هدي إذا ويديست قبل هذا حرام لك نكو إلي ويديستان ما قرد امرأة أحدكم قفكي نحاس كيس إلى المسجد فلا يمنعه يديد هو أقول حديثك أفرتن إيا لو فضل صلاة الفجر صلاة فجر إيا والعصر عصر فضلك إله ولي جماعة لبتك أما أن لغا الساعة والله صلاة الله يقول لي يحد بذيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله من صلى البردين لبدا صلاوات او وقتغود او قبوغيه قفكيتو كذا دخل الجنه تجند بردين وحالو يري صلاه سبحنا وا صبحدي ارورتي عصر كان مركي قرحد كليلك او دما مالنت يار قبو دالت كذا لبدا وقتنا صلاه سبحنا والبهرد وقاق للي او قفكي حد ان اس قوانين hurdo ku jira gaar aan dadka fiidadka hore soo jeedo dadka caada waxa ka dhigtay inta la soo jeedo la iska haasaabo
أما الله إسكت شيء كيستو تلفون لا درا أما أفلام بلايو يقش لغوص وجد هدو إن لبضع يصدح أن تلا سحده قفك إسكت وفوا صلاة الصبح جماعة إسكت نافع حتى وقت يقوس قلوا يسوق تلك عصر كان الشقاء أن تلا إسكم مشغول يوحيالك كلا إن أيا لقتكم ما له هذا عربتوا أيدينا الظهر كلا شقيان تظهر كصلاة كصعب بحان السلام كي ماذا وقال أنتم كده الضخ السنة يتوفي يا سولية مغرب قرية الله يساك عنه ثم هذا صلاة جماعة ساء وقتلي ساء ما صلاة ثم وهذا كبد بريها أن الدير أحد أنت كده الجيل نعمة كبد أن بريها سوا ساسوا يقول بابا حور ومارتي وحور أنتو إسك خصتو إنه مركا إشي سمجد إسك ساحف هذا قف كاسو كلا مركا حقو جنة دي سك إسك الله يعيس أمه نبي قال وحيالو بير إلهي ما أركي دون أسير وأركي دون تاني لكن واحد كو أركرتان وعبادة ذي فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا نفي الشيطان حديثا إن كغاءت كانن صلاة الصبح وكهر ريس قرح ذا سوء بحتان كذي صلاة عسل وقرح ذا بحتان كذي كهر ريس نفي الشيطان لدك عالمه تكذو جماعة كتكذا نكي رب إلهي إنه أرك سبحانه وتعالى عند نكي هم يمكن أن تسوجي إذا بلايك سوجي إسكت هو فميت إسكنه قلبتين هدي أما مارتي إسكن مشغولة إيا شاكي وحاس كن مشغول أما هدو ميلاس قصو شقي يمركي سغال كساح مارتي قد كدرقو قد إسكير هذا إلاق الرحلة إيه كد أحد إسك الساح كواسد حقيقو أركا يمركا نفي الشيطان خير في كزولي وقفك وقت دم سيحنا سلاس وحسيه كتعدي صوت حال الربا النبي عليه السلام كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعده صوت عشاء هذا هرسا حتى صلاة العشاء كاتجس حتى شيء كيس تنا صلاة الصبح كاتجس مدك كلام مركات عشاء تكت خاتمة وانا سنة سدم بقالوا جديد يا مر مرك قدك حقوه انا سنة كفيد هرسا حدا إنه سيحنان إير لإيس وقعه صلاة يعافمات بقفك أسمك وقعه وهلال لكن هذا منهج كإسك خلدي دين الدنيا يعافمات يشقاء الدين بواقف سكت قفك وقف وحم حسطه ونقونا وإن دين نقف سكر دهها نقف سكر همين كي سوجيت صباح دين ما نتين السيحة أعوذ بالله وهند كاب نموه وقف ومعوقه مارته جيس أسقى إس جيسي عواندي أسقى إسك دهها هاي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحده من صلى البردين لبدا الصلاة وقبقب وصبح يا جنة قفكي تكذا ووقتك إلى لي جماعة إلى لي دخل الجنة جنة وقال حال من فاتت صلاة العصر قفك صلاة عصر كتكته لبعت ذا كل عدي وحديثك أفرتا يصدح قفك صلاة عصر أي كتكته معنى الآن وقتكته وقلما ما تقفكاس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حلقوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحبها الذي تفوته صلاة العصر نكي صلاة العصر أي كتكتو وانتو كانين فكأنما وتر أهله وأسقوا أهل كي سبابا أي إبر عذو انتو يمي دد يدوني مارت ند لغسي يومان مارت بريسي يحوليسي يهنتديسي انت عدو اي من امضب اي بكغلاف ولا مدين وقدر انت اوليب ثم حوالوا على قصوة قبطة لكن صلاة عصر تازقت تدنى صلاة ولا سهل انت صلاة عصر او كلية كاتك تي وحي لم مروكتها اوليب كسي درانتها اذا هو ساك انت قلوا اي كرد قاقي دد يدون يوح على وحي لحدو ددك يوح لدعي يوح لبابي عبت الامري او ذن حاو قبر قبرنا آدم أسوهية شلنا آدم أسوهية لا سلم مركا أنك هذا ما نقان وحي حالها أن أجوغ بسا نقان مركا نبيقو شيء آن نقان أو شيء نوغ مقنوغ سهل سوطو صلاة عصر محافظ وهمتي وينو جنة هرلو بوس وينو كل هذا وحي بجر نبيقو عليه الصلاة والسلام صلاة عصر إن هذه الصلاة عرض على من كان قبلكم يهودي النصارى أيا الله بندق لي لحفظي فضيعوها وضيعها
فمن حافظ عليها كان له وحا أسقنا ذي مارتين أسقنا ذي أجره مرتين أجر كيس لبا قوروا لي لبا الله مده هراء الله يعلم مركز صلاة عسرها الوفراء ذي صلاة سواحة الوفراء ذي حديث كصدح يافرت حال من فاتت وقف كتبت صلاة العصر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الذي قفك تفوته أي قفيس صلاة العصر كأنما واب أسوق وطير أهله أهل كيس إبر لقد يقول الباب إي يوم الحريس أسوق دد يدنيا بقم لقسي وحوه هشت كلي أسوق صلاة صوارة سيسو مالد إدري جيرا كلي بيركيس أمبيروه دد يدنيا بقانغان حديث كافر يا أفرتن وحوحيوان وقد يقول من نسي صلاة تنقفك صلاة هالماما فليصليها تكد إذا ذكرها مقصوح حسوس صلاة الله بعذر دارها إلى هذا إن هذا هالمان تدمس هردأ يقول رافت هردأنا مدى عذر دارك ومدى هذا كتعدين أقوم هذا مدى هذا كتعدين ووقت في عنا ساحته لكن وقت حين هدات ساحته الأقيه غالبا إن هذا كسو كعيني ده سوق الواحد اللي كروا تعدي لكن قف في وقت مناسبة سحدة الله سوق قاعدة مركز هردة إلا تقتوى عذر دار ولي هذا هالمامنة أسجن عذر دار ولي لكن محل رام مركز سوا حسوستي أما هردة أو كوس هراء أو كقضي سمارد بحاسة ما ين صلاة صبح كتجي سوق كله دور كي مركز لجاران قضينا وين النولان ما هو هراء كقضينا نبي قال ليش نسحب مرة سرادة كوردين سمركي كوردين ماشي كرقاقين هل كاسي تغير لبدي السنة القضية لبدي صلاة الصبح نواة القضية جماعة المسوق ضد جماعتي حتى جماعة كسوق قضية ناس يعني مثلا أسردية جيفتها قرر حد كسوق بحد ولا كأسدية صلاة الله سوق قضية ناس فما دي أنت لسوق قضية صلاة الصبح صلاة دي كلا لسوق قضية ناس ضد جماعتي لكن دور كيان للسوق مجر سلم مركي عاد حسوستي سلم وقتي يا تكنيس وقتي يا هردد كسوا قاعد سلم مركي يا سلاد يسوا قلنا لكن سلاد كلام لسوا يا مي مجر هذا لما تد متعدي يا وقت أسبوع عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حكوري قال وحده من نسي صلاة القفك صلاة إلوب فليصليها تكذ إذا ذكرها مركو حسوست لا كفارة لها كفارة ملهم إلا ذلك ما تاسا كفارة دعا هدي او كهردان واسد او قال وانو اسلام مرك او ساكا حر او كتوكد الهي وحر اقم الصلاة لذكري صلاة دعو او مركا حسوست مقرد الى صلاة حسوست اللو تكدا وإلو ذي اله صاحب صلاة دي وقت قد حسو لهاد انا بت اسلام مركا حسوستي صلاة دي هرق لبنو فاسال دعا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحده من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها مركي أو حسوس لا كفارة لها إلا ذلك كفارة كلام لهن إلا سلاس ماها إلهي وحلي أقم الصلاة صلاة حسوس أوك لذكر حسوستي مرك هذا دا حسوس صلاة دي واجك إنك هذا سوى محسن ها وإلهي واجك في سيناك تكتي هذا إسلام مركي هراء ما أرتيك قول حديث كافرتن يشانات فرتن يشان عوان وحوغدغي استحباب تاخير الوتر وتر اندي بلود او صلاه الصبح انت يسد الكور ان سنه ايتا وقفك اسو اسكو كلسون عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحده اجعلوا سمي اخر صلاتكم بالليل آخر صلاتكم صلاة دينا كان أقدم بس بالليل وتر القديم وتر كلا شيء ولا سمين كلا إن فيت كهر اللي تكذو يين دبلاده وحينا كلا توقف كأسر إسكو كالصان إنه مركز همين كي وقت قدم بأوصى قعي ويسن كتجي إنه هذا الرسم يقوله وحافظ بدن إنه مركز صلاة الليل كي سأقول ما يستحب إن قدم بأوصى لكن قفكي كبقاي إني مركتك تمرنا أو ساقعه في تكارب هسك قدمته هذا هدي أو ساقع أنا سلا تليل كيسو إسكتو كنا يا مركا وتركي إنه مرضا بأوسع علينا وحق سبب ما مركا أبو بكر في تكهرو تكنجري
عمرنا كذلك تكنجرا وبك مرق بحول انه احتياط كان قاتل مو بينا سوق ان كل لكن وانا اترك ما قدرت عمر وحدي راسه كل صانا اني مركا نمل با سيده او هلي كان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحر اجعلوا يا اخر صلاتكم بالليل صلاه دين ميت ماشي قدام بيسامك وتر انت اثر كان اما صدح اما شن اما هل كسو غبغبي هاي صلاه مالنتينا وتر لو دمهي وا مغرب صلاه ده منك ما حال لو دمهي ها وتر لو دمهي او ترياه القران ان الله وتر يحب الوتر ترى سر الله وجعل حديثك افرتن يلح عوان وخو غدغي الامر الا اسفر بالاغتسال ان لو قبس لصلاه الجمعه صلاة الجمعة إن لقبيسته أنتو سعفوا سؤال والتأكيد عليه إن لسكوات كاي أمر كاس مركب مواجبة مسوى السنة علم ذو أسكو خلافه قرر واجب إليه قرر السنة مؤكد لكن حافي عن قفك دان حذر دار كريبيني إنو سكو قبيسته وناقص الأمر إن لأسفر بالاغتسال قبيسك لصلاة الجمعة صلاة الجمعة مركب للسؤال والتأكيد عليه إن لسكوات كاي عن أبي سعيد الخدري وحال قوري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه الغسل لقبيسك يوم الجمعة لقبيسك واجب وواجب على كل محتلم من قفك استوقان قار على كل محتلم قفك استوقان قار واجب آه. مركا قارن أحاديثك أي إمارة وحيدا وجوبك سوى أن تأكيد ما أنا واجبك أو عينك فرضك أما وهو حلود للشدائر هذا عمر أو خطبينه حديث صحيح كوكي هذا أي عثمان أي مركز عثمان كل هذا غير وام حدث كان ووينه خطبة كسر ضاها هذا وقت كان سوى قل إلا جمع هذا وحاسونا وقت رأينا صافر مركز يا أمير المؤمنين أنا سوق الجوغان آذان كم قلي ويسقاد وابكبدي وايو بركنت ويسقاد ان صعروا انت امران بكسو دغدغ اسر حدنا ويسقاد بسم الله تبيد قويس كي وابك تكتيبا او رسولك وافر الجير مركا لكن عمر ما اوسدهن كبخو جمعاده ما انصحيس ما اوسدهن واجبا كسو تكت صحابتي كلنا مارت عثمان كما ايسن عابن واجبات تكت ما دهن تاسر كو حاله قاتي ان ايسن واجب او عيني ايسن هين ايسن مؤكد ايتا نعم عن ابي سعيد لكن وحوي با هدي وا سنه ليرد وا سنه ادي اد ادق وي ان لو تساهل عن ابي سعيد الخدري هدي قف قد حضور دار او سو قومن هدا دباته اي مارت جره اي او سو كبقو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحري الغسل قبيس يوم الجمعة يوم الجمعة إلا قبيس واجب وواجب على كل محتلم قفك اسكو احتلام عن قان قال لا قفك اسكو احتلامه منك اسكو الرياضي أو جنوب أي كيما قف قان قال سوما مركو قف قان قال ومعنى مكلف هو واجب لقوله الخسوف حديث كتضبئي أفرتن عوان وغدغي الخسوف بالمذوبات اي والخسوف قرح مذوبات من ايات الله التي تاس يخوف او كو عبسين بها ايد عباده ضمن بالمذوبات يقرح مذوبات كدعايا وايد اله لا قرح عادي وان يعد هاي بشن اي حد مركي مذوباتان سبدل انبا دعاي هدونا قيامه مركو دعي الربو قرح بشوى مذوبانا مركز بدل كاس دعي وحوكي من تدك الذنوب تودا تدك اللقوب بقجنا معنا الدونك بها دور رب إلهي إنو ذي للربي قال مركا مركا سكر وحلو بها إن لبقول لتكدو إلهي لا تضرع وذنوب تلقى طوابتك لكن هذا قال هذا محيس مينا يا وحلا يقرح ذا مذوباتي ديار ذا لقو أرديا بق 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 ربارا لقى صبحين أجا dadkii muslimiinta ahna meeshii salaad iyo xitaa kasoo fiirsanayaan oo gaalada dhaqdhaqdeeda fiirinaya
qaar waxay u maleeyeen gaalada markay qoraxmadowada iimaanay wax haddii cusub inay tahay gaalada ay gaareen waxaan gaalada ma gaarin culimada ka sheekeen mutaymiye ee xilayeen waa la prediction lagu sameyn kara calaamada la fiirin kara waqtiga ay madoobaanaysay calaamada la dhigi kara maalintaas madoobaanaysay hadda gaalada cusub ma culimada hore astronomiga taqaan muslimiinta way prediction yare gar way mar si saadaali kare hadii marka saadaashi ay sax ku timaadana waa la tukana hadii kale lama tukana marka hada waxan saadaalintan ay saadana wax haddu xisub ma waa wax kutubti hore ku yaalo ibn taymi oo ka sheekeyna xaafid ibn xajar oo ka sheekeyna culimmadii hore ay yaqaaneen culumtan badana hadda ilo ordayaana culimmadii hore ba ka sheekeysay hadda kitaabkan ibn taymi oo manhaj sunna waxa ku yaal hydrogen iyo oxygen markii la isku daro balaas labadooda isku daro inay biyo ay dhalaayaan haddana xariiq isaaq newton iyo waxa soo saaray wax kumti culumta muslimiinta tafsiirka zamakhshari zamakhshari maartay ar-razi iyo fathul bari iyo tafsiirka ibn kathir kullu culum saynisa oo hadda ay nooga dhigeen in hadda la soo saaray uu soo saarta akbu anaga maskaxda ay naga xadaa waxaan kharaa'id iyo maartay astronomiga iyo sayniskan iyo cilmi tajribigan kasbarimentiga waxaan dhal culumadii hore sameen jiray ee waqti dhexe dadka intay rukuud iska noqdeen ayagu wixii qorqorteen ay leeyihiin Galileo Isaac Newton iyo kana soo saar kutubii muslimiinta ay tarjumteen waa beentoodu ma garatay gravity iyo waxaan ay sheegay leeyihiin waa soo saareen huf iyo halka ma jiraan waa kutubteena ka buuxda laakiin anaga ma naqaano waxaan u malaynaa inaa waxba dadka is waxba aqoon in dayax amaarad bilbadoobaadka forte lagu sii samayn karo oo la qasi qiyaas karo kutubtay ku taalo sabab marka laakiin dadkii ay jahil asay waxay nooga dhigan adduunka dhab inay keenaan dadku ay daarka ay ku jiraan iyaga daarka ku jira asu ma lahayn inay ummada ay daarka ay ku jirto waa beentoodu sayniska dhan hadda ay balaayo nooga dhigayaan iyo astronomiga iyo juqraafiga iyo navigation kan badda sida loo maro muslimiinta hatta amerika muslimiinta uga soo horeeyay muslimiinta oo yimid oo diinta ay ku faantay yimaadaan muslimiinta ay baabiyeen muslimiinta uga soo horeeyay amerika iyo hindiya dhul walba waxa way muslimiinta uga soo horeeyay marka waxa way markaas waxay rabaan taariikhda dhan inay been ay ka sheegaan marka sida gaalada inaan dhahno maartay konkooran ka daba qaadanayna iyo baqbaq iyo xaslama baa wa ayad ilaahay in marka la baqo oo la tukado oo ilaahay la bariyo laga toobad keeno an aayishata radiyallahu anha qaalad waxay tiri qaala rasuulullaah sallallaahu alayhi wasallam inna shamsa qarrahda iyo wal qamara dayhaba aayatani laba calaamo way oo qudrada alla ku tusinayso min aayati illahi kamida laa yakhsifani umamadu wabaadan limawti ahadin qof dhintay oo weyn walaa lixayaati qof dhashay oo markaas oo weyn oo dhashay oo carabta waxay dhihi jireen bishi iyo qorrax hadday madoobaato ama nin weyn baa dhintay ama nin weyn baa dhalanay waxa wadhaa taas khuraafaat ee waa aayada alle faidaa ra'aytum daalika hadaad aragteen fadcuullaaha ilaahay barya wakabbiruu ilaaha takbiirsada wasalluu tukada watasadaquu sadaqaysta macaa sidana hala iska dhaaf gaar ahaan nabigu zinada calayhi salatu wasalam uu aada ugu tirtirsay udha in la iska fogaado waxa wadhaa nabigu calayhi salatu wasalam maa axadun agyara min allah min an yara cabdahu aw amatahu tazni ilaahay wax uu kaga qiiro badan yahay oo ka necab yahay ma jirto inuu arko adoonkiisa ama adoontiisa u zinaysano marka markii la arko in dunuubta laga toobad keeno gaar ahaan zinada iyo faaxishta laga fogaado dadkana laga wacdiyo istigfaarta iyo sadaqada iyo xoreynta iyo salaada iyo sadaqadana marka lagu tirtirsiyo caradan ilaahay laga baxo laakiin markii hadda hadii wixii licib iyo lahwe laga dhigto iyo huju laga dhigto oo gaalada maarta aad mooda inay aroos joogaan masxarada ay laga daba ordo waxa way halaaga markaas dhacay iimaan la'aan ayaa dhacaysa markaa an aayishata radiyallahu anha qaalat qaala rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam inna ash-shamsa qarrahda iyo wal qamara dayha bisha aayatani laba aayadood waay oo mucjiso oo min aayati illahi kamida aayatkan kowniga kamida oo ilaahay qudradiisa ku tusinaysa laa yakhsifani umam madoobaadaan limowti axadin qof dhintay walaa lixyaati geeridiisa ee waxay u madoobaadaan calaamo ilaahay dadka uu ku tusinaayo inuu ku cabsi gelinaayo
فإذا رأيتم ذلك هذا أرتان بالمذوباتك أما قرح مذوباتك فادعوا الله إلهي برئوا تضرعوا وكبروا كبير صدى الله أكبر له وصلوا تكذا وتصدقوا صدقائسا مع سيدنا كهارا حديث كسيديد إيا لباتنات وحو شيخ عنوان أغلغي الصدقة سبب لبركة المال صدقات إني أتهي سبب حالها بركة ذي بديده dadna waxay u maleeynaayeen sadaqadu inay xoolaha baabiiso laakin barakee buu taabso as-sadaqatu sababun li barakati al-maal inay barakada ay soo uta an abi hurayra radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alayhi wasallam qaal wa huwa ma min yawmin maalin majirtu aw yusbihu al-ibadu adoomada ay wa barisan fihi maalinta إلا ملكان ملابا ملك با ينزلان سودغي مالن كست افري داي لبا مالغا ملابا ملغا سودغيس فيقول احد ما مدكود وحولي او كو الله بريا اللهم اعذ منفقا خلفا اللهم الله اعذ منفقا نك حولي سي قير لو كبخيو او واخ كصدقايست خلفا بدل سي اجر كينو ويا لا كور ويقول الآخر كيكن وحلي اللهم علي أعدسي ممسكا متك وحساي سوشرين أنقول تلف وحسي له كباب ولذلك وحيارك يسادتك وحي صدقاء أسخي يذاء إني هد يقور على أي وحوين إني النوريان المهود إي كبر كبذين تدك إي كارسوات ومدى أدو عين سي ملائك كان آن وحباب بحنا أسجي إنو قبيها المهيس قبيه مالو بانو كغوبيه وخيسا بركدو دنا لا قاد ولو انو وخيسا با امال مرق صدقه قفك نفسديس اي فرحسا اهل كيس اولاديس قف اسغ دن فرفرن او نورا اي كدغتا نعم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير ما من يوم ما للمجر يصبح العباد اضامد اي وا بريستان فيه مالنت مالن او اضامد وا ودشه مجر الا وملكان ينزلان سودغي مثل بابا هذا لو كقيبسن يي فيقول احد ومدكود وحليا هل دغوا اللهم اعد اله سي منفقا مدك وح بخناي او خوليس وح كبخنا وح صدقيسن اي خلف إله حوله أبدل بقلابك صدقتي أجر كنا وأويا الله ويقول آخر كيكل وحليه اللهم أعد ممسكا تلفا مثك أن وحب قولنا بخيلك وقعنتي لقنتي تلفا وحيس إلى وكبابي مركز صدقات أجر كذا كذا إيه نيسا وحب مال حديثك لو حليه نبقى عليه الصلاة والسلام حول الصدقة ما بكو يراضى ما نقص مارت من مال صدقه حول صدقه ما بكو يراها ما قرت وما ازداد عبد بعف الا عزه قفنا هدو اسك عفي اسغو اوود قف او كعرسه كر عز مو زياده وما تواضع احد لله الا رفعه الله قفنا اسم ترتيب سيو مارت كبرك اسك ما دايو هوس وما دغو الا اله قرق نعم الصدقة صدقة سبب للنجاة من النار حديث كسقال يا أفرتنا عوان وكأغدق صدقة إني سبب تهي نار إن لقم مغنقل الصدقة سبب للنجاة من النار نار إن لقم مغنقل وقفكي ربا إنو نار كمانقل الصدقة إنو كد دالو عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت وحان مقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسقدر اتقوا النار نار تقاشان كسميست قاشان وحايس كحدي سان سميست او صدقاء ولو بشق تمرت هل تمر كلا بره كلا جيحد با الله كدغ معنى صدقاء انا الحقرين او وحير با الله كدغ اسكو دفاع صدقاء يا رئيس ما وح كلا دار ويس وقف ولالكو بانا هل لفتمر اي تمر دحبر قال انت قوس قال فلسي جب روتي هذا كبسي بلو حب النعنع اسكب ضاف المير ومسكين اصدق يسد نعم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار نارتك قاشات الى نارتك قاشات ولو بشق تمرتين تمر بركت بالله كذلك
لماذا صدقاته اي قاشان اوتها إلهي وحروا وقفك تدك بن آدم كأنا وحسترا تدك إلهي قارنا وحوسي قارنا وقاجيسي والله سكو امتحانا مركا ضلالك مسكينة عاد وحترتين أباهن وحوي إلهي وحصبك على قدقيا صدقات إن النار تلك أليس أما تي واجب كذا زكذيها أهات أما مدة تطوعها حديثك كنتنات وحو حوان وغدغي الحث على الصدقة ولو بالقليل الحث إلا اسكن ترترسي بالصدقة ولو بالقليل وحرب الله كدغي معنى وحرب الله كدغي وحد هلي كرت صدقة وها يريسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحويل يا نساء المسلمات كبلها مسلمات كاهو لا تحقرن يسن ليدين وحقرن جارة قبر درس لجارتها درس كذا كلا إني وحطرته ولو فرسنا شعات في قوب كيد بالله قدر نيف بالله شيء الدرس هذا اللي هذا وباه وحك له هذا قارسي كرين في قوب كذا ما نقوب محاهل به كويا مرك داد قوب بس كذا في مجن هذا وش أبو ويند هذا تقوبه شد علق يروح شد بير يروح شد كل يروح تسكبر له وحك له هذا قارسي ويس حتى مجن أي فان فانته هلا يرى سنة وهدرت محان كسينا هذين مجن تاس مقر الحث لزك بربوري على صدقة ولو بالقليل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو كوري إنه النبي يا نساء المسلمات قبلها مسلمات كأهو لا تحقرن يسن ليدن او يسن حقر الجاره قبر درس لجارته درس كذا كلا او يسدين وحان سيمها ايغوت همبا يوح كستو ير ولو فرسنا شاتين في قوب كيد با الله قدي قوب كماشا اي عقت اي دو قوب كسون هلب لهين حتى حسس معنى هبليتي وحوي قفكو حد عكرت اني وحترتو هل كاسن عاو كدو جننا كنت الحديد ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه.